مثال يوضح كيفية المعالجة المحاسبية للاستثمارات المقتنى بغرض الاتجار. في 1/1/25 قامت المنشأة بشراء أسهم مقتنى بغرض الاتجار، بيانها كالتالي: 100 سهم عادي من أسهم شركة سابك، سعر السهم 50 ريال، 300 سهم عادي من أسهم شركة المصافي بسعر 75 ريال، 200 سهم عادي من أسهم شركة مكة، سعر السهم 80 ريال. وخلال الربع الأول من عام 1425 تسلمت الشركة توزيعات أرباح عن هذه الأسهم قدرها 3000 ريال. وفي نهاية الربع الأول كانت أسعار الأسهم في السوق كما يلي: سهم شركة سابك 60 ريال، وشركة المصافي 70 ريال، وشركة مكة 70 ريال. والمطلوب حساب إجمالي مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة، وذلك عن الربع الأول، إجراء قيود اليومية اللازمة. الإجابة: حساب إجمالي مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة على النحو التالي: أسهم شركة سابك كانت تكلفة السهم أو التكلفة، سعر التكلفة للأسهم المشترى 5000، بسعر السوق 6000، إذن الفرق عبارة عن مكسب 1000 ريال. بالنسبة لأسهم شركة المصافي كانت تكلفتها 22500، بسعر السوق الآن 21000، إذن هناك خسارة غير محققة قدرها 1500 ريال. بالنسبة لأسهم شركة مكة تكلفتها 16000 ريال، بسعر السوق 14000 ريال، إذن هناك 2000 ريال خسائر حيازة غير محققة. إذن الإجمالي أن هناك خسائر حيازة غير محققة مقدارها 2500 ريال. إذن التعديلات التي تتم في القيمة السوقية دائن بمقدار 2500 ريال، وإجمالي خسائر الحيازة غير المحققة كما ذكرنا 2500 ريال. المعالج: إثبات اقتناء الاستثمارات بالتكلفة وذلك في تاريخ شرائها. كما ذكرنا يجعل حساب الاستثمارات قصيرة الأجل مدينا بإجمالي التكلفة وقدرها 43500 ريال، ويجعل حساب النقدية دائنا بنفس المبلغ. عند استلام توزيعات الأرباح في 30/3/25 كما قلنا يجعل حساب النقدية مدينا بالأرباح التي تم استلامها وقدرها 3000 ريال، كما يجعل حساب إيراد الاستثمارات دائنا ب 3000 ريال. فيما يتعلق بإثبات خسائر الحيازة غير المحققة في نهاية الربع الأول، يجعل حساب خسائر الحيازة غير المحققة مدينا ب 2500، وحساب التعديلات في القيمة السوقية دائنا ب 2500 ريال. مثال آخر: بافتراض نفس بيانات المثال السابق بالإضافة إلى البيانات التالية، أن القيمة السوقية للأسهم في نهاية الربع الثاني كانت كما يلي: 62 ريال لأسهم شركة سابك، 69 ريال لأسهم شركة المصافي، 75 ريال لأسهم شركة مكة. وفي نهاية الربع الثاني قامت الشركة ببيع أسهم شركة سابك بالكامل بمبلغ 7000 ريال، وبلغت مصاريف السمسرة للبيع 300 ريال. المطلوب حساب مكاسب أو خسائر الحيازة عن الربع الثاني وإجراء قيود اليومية اللازمة. حساب مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة عن الربع الثاني على النحو التالي: أسهم سابك كان تكلفة الأسهم 5000 ريال، سعر السوق 6200 ريال، إذن هناك مكاسب 1200 ريال. أسهم المصافي 22500 بالتكلفة، بسعر السوق 20700، إذن هناك خسائر 1800 ريال. أسهم شركة مكة بالتكلفة 16000، إجمالي سعر السوق 15000 ريال، إذن هناك خسائر 1000 ريال. إجمالي المحفظة هو خسائر 1600 ريال. الرصيد السابق للتعديلات كان دائنا ب 2500 ريال، إذن التعديلات المطلوبة في القيمة السوقية مدين، وهو عبارة عن مكسب ب 900 ريال. قيود اليومية: إثبات مكاسب الحيازة غير المحققة عن الربع الثاني على النحو التالي:
يجعل حساب التعديلات في القيمة السوقية مدينا ب 900 ريال وحساب مكاسب الحيازة غير المحققة دائنا ب 900 ريال. بالنسبة لبيع أسهم شركة سابق، صافي سعر البيع عبارة عن 7000 ريال حيث تم بيعهم بمبلغ 7000 ريال، يطرح منها أو تخفض بقيمة السمسرة، سمسرة التي تكبدتها الشركة نتيجة عملية البيع، إذا صافي سعر البيع 6700 ريال. والربح المحقق هو عبارة عن 6700 ريال ناقص التكلفة 5000 ريال، إذا الربح المحقق عبارة عن 1700 ريال. القيد يجعل حساب النقدية مدينا ب 6700 ريال صافي ثمن البيع، كما يجعل حساب الاستثمارات قصيرة الأجل دائنا بالتكلفة 5000 ريال، وحساب المكاسب المحققة عن بيع الأسهم دائنا بمبلغ 1700 ريال. ثالثا، الاستثمارات المتاحة للبيع، وهي تلك الاستثمارات التي لم يتم تصنيفها ضمن المجموعتين السابقتين، أي مجموعة السندات المقتناة لتاريخ الاستحقاق وكذلك الاستثمارات المقتناة بغرض الاتجار. المحاسبة على الاستثمارات المتاحة للبيع لا تختلف المحاسبة عن تلك الاستثمارات عن المحاسبة عن الاستثمارات المقتناة بغرض الاتجار، فيما عدا أن مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة لا تعالج في قائمة الدخل كما سبق، ولكن يتم التقرير عنها كقيمة صافية في بند منفصل ضمن حقوق الملكية حتى يتم تحقيقها.